يلا سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ عباس. الله يحفظكم. من هي؟ بشرونا عنكم، ان شاء الله بخير. انا رامي عيسى شيخ عباس. مال حضرتك سقطت من على الكرسي؟ عندك حساسية من الاسم ده؟ يعني ما بتسمع الاسم ده بتهرش كتير؟ عرفت ليه انا داخل باسم سيد حيدر يا شيخ عباس؟ عرفت ليه بنغير اسمنا يا شيخ عباس؟ سكر الخط، سكر خط عباس الخفاجي والله. عرفتوا ليه بنخش بنغير اسامينا؟ بيكتب لي دلوقتي واقول لكم بيكتب لي ايه حال. عرفتم ليه بنغير اسامينا؟ عرفتوا ليه ما بنخشش بالسيد حيدر؟ خلينا اجيبه لكم تاني اتصال وشوفوا انتوا بانفسكم. بصوا، لن يرد، لن يرد عباس الخفاجي. شفتم؟ قايل لكم لن يرد، لذلك لابد من تغيير الصوت. ليه؟ علشان يردوا، علشان يردوا ويحاوروا، وعلشان الشيعي يسمع. انا لو قعدت وفتحت الكتاب الاسئله دلوقتي، اسئله حيره علماء الشيعه في الامام، لو فتحت الكتاب كده وقعدت تقرا الاسئله، الاسئله الناس هتمل. فعايزين نسال الاسئله دي للمعممين عشان يعرف الجميع ان المعممين لا يوجد عندهم جواب على هذه الاسئله. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بعباس الخفاجي، الحكم لك أيها الشيعي العاقل.